بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج في التسعين. كالعادة العديد من الملفات المهمة التي تخص الرياضة المحلية. اليوم نتحدث عن الأمن في ملاعب كرة القدم، وهو الإطار الذي يحتمي به الجميع، كل من في أرضية الملعب سواء كان المنظمين أو اللاعبين أو الإداريين أو حتى المشجعين. في البداية وقبل الخوض في تفاصيل حلقتنا اليوم، دعوني أرحب بضيوفي في الاستوديو. بداية من على يميني كالعادة ضيف استثنائي وكان معنا فيما فات في برنامج التسعين، رحبوا معي بالبشمهندس محمد قريميدة المراقب الأمني بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك عبد الرزاق وبكافة المشاهدين وبالأخوة الأصدقاء الزملاء. أكيد موضوع آخر وهو بنرحبوا بأسامة الفزاني، أسامة محل دبليو تي في، أهلا وسهلا بك أسامة. أمسية طيبة عبدو ليك، وطبعا أمسية طيبة بجواري اليوم أنسنا أستاذي، ونتشرف أنه هو طبعا في مرحلة ما كان أستاذي وقراني، يعني الأستاذ محمد قريميدة، وأمسية طيبة للكابتن عادل وكل السادة المشاهدين. أيضا نرحبوا بعد الخمسي محل دبليو تي في، عادل أهلا وسهلا بك. أهلا بك عبد الرزاق، طبعا نحييك ونحيي طبعا الأستاذ البشمهندس محمد قريميدة ونحيي زميلي أسامة. كما لا يفوتني أن أتقدم بالتعازي لزميلنا وصديقنا مؤيد اسكندر في وفاة شقيقة والدة، وتعازينا لكل عائلة اسكندر ونقول لهم إن لله وإنا إليه راجعون. أكيد التعازي موصولة لمؤيد ولكل عائلته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في الجزء الثاني أيضا سنتحدث عن الموافقة والسماح بلعب منتخباتنا وأنديتنا على ملعب شهداء بنينة بعد أن انتهت المهلة التي منحها الكاف لليبيا لملعب شهداء بنينة. وسيكون معنا أيضا في هذه الحلقة العميد عبد الباسط الطبال مدير إدارة الأمن الرياضي بوزارة الداخلية. أزمة الأمن الرياضي ربما حاجة مهمة وتهدد دورينا، فما السبيل لحلها؟ تتواصل منافسات دورينا وسط مخاوف من فوضى الجماهير. برنامج في التسعين يطرح على طاولته موضوع أمن الملاعب، أين يكمن الخلل التنظيمي الذي تعيشه بعض المباريات؟ ما هي الجهات المسؤولة عن تأمين الملاعب؟ وهل يتهاون بعض رجال الأمن مع مسؤولي الأندية؟ كيف الآلية لضبط أمن الملاعب؟ وما هي العراقيل التي تواجه رجال الأمن؟ العديد من التساؤلات حول موضوع أمن الملاعب وخصوصا في دورينا الممتاز لكرة القدم. بداية خلينا نسأل كابتن عادل خمسي. كابتن عادل، بكل شفافية وبكل واقعية، كيف تقيم أداء الأجهزة الأمنية في ملاعب كرة القدم؟ احنا أكيد مش ناس، أنت ماكش محلل أمني وماكش خبير في الأمور الأمنية والخطط، لكن سؤال، كيف تقيم أداء الأجهزة الأمنية وأبرز ما سجلته من خروقات وصعوبات واجهتهم؟ شوف عبد الرزاق، طبعا احنا بنتكلموا بعين المشاهد للمباريات، معناها ما نبوش نتكلموا بعيننا، زي ما تفضلت حضرتك عبدو مانيش مسؤول امني او خدمت في الامن، ولكن لما نتفرجوا على المباريات نشاهدوا في خروقات عبد الرزاق، نشاهدوا في جماهير، نشاهدوا في ناس ما لهمش علاقه بالمباراه، نجدوهم داخل ارضيه الملعب ونجدوهم بجوار دكه تحتيات الفريقين وفي بعض الاحيان خلف المرمى، معناها ناس ما من اللي سمح لهم بالدخول ومن اللي ساعدهم للوصول لذلك المكان، ونعرفوا ان المباريات كلها معناها بدون جمهور. كذلك ما شفناش خطوه من لجنه المسابقات او لجنه العقوبات، معناها ما شفناش عقوبات ان اللي دخلوا يتحمل مسؤوليتهم مثلا النادي المستضيف للمباراه لانه يعتبر عليه ارضه والجماهير هذا ما يخصوه. شفنا بصراحه كوارث عبد الرزاق، مع احترامي لجميع المناطق، يعني دائما لما نتكلم يقول لك عادل الخمسي ضد المدينه هذيك ومع المدينه، انا ما مع احد في الغلط ما مع حد، ولكن في الحق مع الجميع. لما نشاهدوا عبد الرزاق مباراة، مع احترامي لطبعا فريق الأنوار ونادي الأنوار ما دي مش علاقة، لكن نتكلم على جماهير اللي دخلت بعد المباراة، نشاهدوا زي ما تكلمت بعد مباراة رفيق والاتحاد جماهير سرمان، بعد مباراة الأولمبي والسواحل الجماهير اللي دخلت لأرضية الملعب، شفنا ملعب بنغازي مباراة النصر والهلال وتكلمنا عليها، شفنا الهلال وخلي سرت لما جاء الوفد الأفريقي والمباراة وقفت لأكثر من 20-25 دقيقة، شفنا ملعب مصراتة، جميع الملاعب ما نستثنيش أي ملعب عبد الرزاق. إذا نشوف أن العمل الأمني لحد الآن
مازال ماهوش المطلوب 100%. المفروض عبد الرزاق لما نقول المباراه بدون جمهور اكثر من الفريقين والطاقمين اللي داخل دكه الاحتياط والحكم ما يدخل ولا شخص لارضيه الملعب. ولكن عبد الرزاق لا مباراه اليوم ما زلنا نشاهده في جماهير وناس ما مش علاقه. وانا تكلمت يا عبد الرزاق على يلبسوا في الستره الصفراء ويقول لك انا اعلامي وصحفي. شفنا في مباراه تمس الانوار واحد منهم اللي لابس ستره صفراء حاول الاعتداء على الحكم. اذا نتكلموا هذا جماهير ما احترام للاعلاميين. وتكلمنا قلنا المفروض من كل نادي اللي هو المسؤول عن صحيفه النادي اعلامي من كل نادي بحيث يستطيع الحكم ان هو يحصر. ولكن الحكم مش متكلم عبد الرزاق، هل يكون امني الحكم ويكون حكم؟ فهذه الامور اللي تكلمنا عليها الحلقات الماضيه يعني. حنعرف اكثر يا عادل ينضم الينا من طرابلس العميد عبد الباسط الطبال مدير اداره الامن الرياضي بوزاره الداخليه. كابتن عبد الباسط رحبوا بك في برنامج في التسعين. سامحني حنقول لك كابتن اليوم طيله الحلقه واخذين على الكباتن احنا والمصطلحات الرياضيه. نبي نسالك بدايه من المسؤول على ما يحدث في الملاعب وخصوصا ان كل اللوم اليوم يوجه للاجهزه الامنيه اللي تحمي الملاعب وتامن في الرياضيين. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافة وتحية لقناتكم الموقرة للتوضيح للمشاهد الكريم. أيضا لابد أن نتقدم بالتحية لضيوفك في الاستوديو ابتداء من الباشمهندس محمد قريميدة الشخصية الكفاءة الرياضية قد يصح التعبير بوجوده في اتحاد الكرة. وإحنا إن شاء الله في المدة القادمة وعدني الباشمهندس أن نقوم محاضرة لرجال الأمن نوعوهم أكثر وأكثر وأكثر. التحية موصولة للكابتن أسامة الفزاني المتألق دائما وأيضا صديقي الكابتن عادل الخمسي. نقول له أنت الغايب الحاضر لأن لي فترة ما شفتاش ولكن هو دائما موجود بيننا واسمه يتداول بيننا. والتحية موصولة ليك أنت أيضا طبعا بارك الله فيك السيد عبد الرزاق. السؤال يا أستاذ عبد الباسط موضوع نعم السؤال قلت لك اليوم المسؤولية نحملوها وكل اللوم يقع للأجهزة الأمنية والجمهور يعاتب على أداء الأجهزة الأمنية في تأمين المباريات. والله شو بقول لك، خليني اتكلم معك بكل صراحه. الجمهور من حقه يعاتب لانه هو يبي الامان وكلنا نبوا الامان، ولكن الموضوع راهو اكبر من هيك بكثير. خلي نبدو واحده واحده. احنا كرجال امن ونراه ليس دفاعا عن زملائي، انا بنتكلم بكل صراحه. شرطي الامن الموجود في الملعب هو لحمايه الموجودين وليس مشرف على الابواب. هذه لابد ان توصل للجنه المسابقات واتحاد الكره وجميع الالعاب. الشرطي ببذلته واقف محترم في الباب، اي واحد يخرج على القانون هو المفروض يتدخل فيه، لكن انه هو يوقف في باب يدخل فلان ويطلع فلان راي مش مهمه رجال الامن. بكل صراحه ما يزعلش مني اي شخص مسؤول في الاتحاد الكره سواء كان الاستاذ حسن البوسيفي اللي نكل له كل التقدير والاحترام وهو صديق عزيز عليا او الاتحاد الفرعي. هذه مهمتهم هم من يدعو المسؤولين التابعين لهم في الابواب وهم من يسمحوا بدخول سواء كان الطاقم الرياضي سواء المرافقين الاعلاميين المراقب الحكام. بكل صراحه شرطي ما يعرفش مراقب مباراه او رئيس اتحاد كوره او مسؤول من لجنه اولمبيه. يعرف ان الباب واقف فيه مسؤول صاحب العرس، احنا قد يصح التعبير، صاحب العرس هو من يسمح بالدخول من خروج من عدمه. هذه حاجه. الحاجه الثانيه احنا اللي مواجهتنا سنين ان المراقب يقعد يشبح في الباب ان في ناس تخش وبين حجرات تغيير الملابس او بين الرياضيين وهو ساكت. الشرطي يعتقد ان المراقب موجود وهو ساكت، معناه الامور هذه طبيعيه جدا. وهم نفسهم يسامحوني ان بعض المسؤولين اللي في الملعب هم من يدخلوا في الناس، معلش فلان خليه يخش، معلش فلان هذا مسؤول، هذا لاعب دولي سابق، هذا مدرب منتخب، هذا يعني تسميات عديده. وقد اني لا اقلل من قيمتهم، قد يكون لهم الحق في الدخول، لكن من تصير المشكله يقول لك وين رجال الامن؟
كان المفروض ان الموعد المباريات تكون مثلا او مش موعد مباريات المسموح لهم بالدخول يوجهونا في كتاب رسمي في كشف يقولوا مثلا 18 رياضي في دقه البدلاء هذو اللي هم يخشوا يلعبوا هذا ما عليهمش اختلاف لان هم موجودين في السكور لكن رئيس نادي موجود في بنكينا مقعمز باكي بنديل لان هذا رئيس نادي هذا مختارينه هو رئيس نادي هو يقود في الفريق هذا بالكامل وهو مرات ربما يعني ما ندويش على الكل ربما هو من تصدر منه المشكله بعتالي خلي نقول لك الرجل الامن الرياضي راه ما ليش علاقه بشخص موجود في البنكينة دار مشكله مع الحكم لان هذه عندها ضوابط اداريه ولوائح اداريه تربطهم الامن الرياضي بالمعنى الصحيح كان يوافقني فيه السيد محمد قريميدا انه هو زي الحزاز الداخل من تصير المشكله الرياضيه البسيطه الا منين تتفاقم المشكله يدخل الشرطي اللي استاذ عبد الباسط انت هيك ربما وصفت لنا الحاله اللي انت قلت ان راو الشرطي او رجل الامن اللي موجود في الملعب ماهوش في الابواب وان المشكله اللي تحدث عليها في مفات المراقب الاستاذ احمد عاشور في برنامجنا قال نبدو والامور تمام وبعدين يصير في ارضيه الملعب دخول لبعض الغرباء وخارج نطاق كره القدم وخارج نطاق الاداريين واللاعبين اليوم خصصت لنا انت المشكله انه هو في تنسيق بين الجهات الامنيه سوء تنسيق بين ربما لجنه تنظيم المسابقات رجال الامن مراقب المباراه ربما هذا هو الشيء اللي مفقود اليوم في بين رجال الامن ولجنه تنظيم المسابقات نعم هو مفقود ومفقود متعمد لأنهم يعرفوا الكلام هذا وسبق وأن قلنا لهم أنا نعطيك حادثة غريبة ما بيش نقول لك صارت في أي سنة ولكن هي لها 3-4 سنوات مشرف في المدينة الرياضية عنده مفتاح واحد من الأبواب يدخل في الجمهور من وراء رجال الأمن يعني احنا مش معقول بنقعد نعسوا على الابواب كلها فالمسؤولين راهم ساهمين كيف تتعاملوا معاه انت الشخص لكن اللي زي هذا او الموقف اللي زي هذا كيف تتعاملوا معاه والله شو بنقول لك يعني سبق وان شدينا راهو خلينا ندوي معك هيك بال تم القبض عليه ولكن جت المجموعه اللي في المدينه الرياضيه ومعليش وسامحه و و و و ونتعهدوا في المستقبل ان احنا ما عادش نديروا الحاجه هذه لكن انا نقول لك هم المفروض الاتحاد الفرعي هو من يحط مشرف على من يخش ومن يطلع هو 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 ذات اختصاص اعتبروني انا شخصيا شرطي ما نفهمش في الكوره يعني انا جاي من اجل الامن فقط انا بنحمي المشرف هو شنو يقول لي هذا يسمح له بالدخول ونقول له تفضل قال لي لا هذا ما يخشش وما فيش ولا واحد انا نقولها لك واحترامي نعم. للي خشوا كلهم واللي يعتبروا فيهم مثلا ما فيش واحد خش بالقوه كلهم هم دخلوهم المسؤولين اللي موجودين هم اللي واحد يجاملوه واحد كذا من 10 انفار يصبحوا 40 ومن 40 للحظه معينه في 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 لحظه معينه تصير المشكله ما عادش يلقوا كيف يطبوا بها زي طيب ما وصلت في مباراه هي وصلت الفكره استاذ عبد الباسط وانتم تعرفوها استاذ عبد الباسط وصلت الفكره حنكملوا معك بعدين ابقى معنا خلي نمشي للبشمهندس محمد باشمهندس اليوم انت مراقب امني بالاتحاد الافريقي لكره القدم المشهد الامني او تامين الملاعب في دورينا كيف تقيم المشهد والله طبعا اولا بالنسبه لموضوع الامن والسلامه في الملاعب الرياضيه واخذ اهتمام كبير على مستوى الاتحاد الدولي وعلى مستوى الاتحاد الافريقي خصوصا واحنا في القاره الافريقيه هذه الاتحاد الافريقي أنشأ منذ سنتين إدارة خاصة بالأمن والسلامة وتم اختيار عدد من المراقبين الأمنيين ونظم أكثر من دورة لهؤلاء المراقبين الأمنيين التابعين للكاف وعلى أمل طبعا أن هؤلاء المراقبين الأمنيين أن بالمثل يقوموا بدورات داخل بلدانهم المتعارفة اللي صاير الآن لم يكن هناك تعريف بمعنى الأمن الرياضي بالضبط بين المنظم اللي هو اتحاد الكرة وبين الجهة الأمنية اللي هي أيضا شريك في تنظيم المسابقة الرياضية فالحقيقة مع بداية كل دوري ما فيش تنسيق يعني الموضوع من التقصير
خلينا نقول لك انا من الاتحاد دائما يتم التقصير، يعني في البدايه يفترض كاتحاد انه ينسق مع مديريات الامن ويعقد عده جلسات وندوات ورش عمل للتعريف بالامن الرياضي، وهذا تقصير نعترف به. ويتم فيه تحديد الاختصاصات زي ما ذكر العميد عبد الباسط، لابد ان يكون رجال الامن وين يكون اماكنهم، وين فيها افراد او اشخاص احنا ما عندناش بالتعريف يعني بالضبط اللي هو بالانجليزي ستيورت او المضيفين او مشرفي المدرجات والابواب زي ما ذكر العميد عبد الباسط. فهنا لابد يكون فيه ورش، وزي ما وعدت انا زي ما ذكر لك حيكون خلال المدة القادمة يكون في تعريف باختصاص كل جهة في الماء. لكن أنا بنقول لك يعني الدور اللي يقوم به وزي ما ذكر سيد عبد الباسط اللي مشرفين على الأبواب، يعني بالنسبة لنا احنا يجب يكونوا من رجال الأمن حقيقة، وإن كان يفترض يكون التنسيق هذا. نعم، وأيضا في المدرجات، فمثل هذه الأمور ما زالت غايبة طبعا، ولازم يتم زي ما قلت لك الفصل وتحديد الاختصاص، لأن رجال الأمن يفترض أنهم هم عندهم توقين فقط خارج الملعب، لكن بمجرد ما يوصل للأبواب يفترض ما يستلمش الأمن المشاهد أو المتفرج أو الجمهور اللي جاي في الأبواب، يستلموا ناس منظمين لجان على الأبواب، ويتم دخولهم داخل المدرجات كل واحد بالتذكرة نتاعه ويعرف المهم. هذا هو كيف يتم التنسيق يعني. نعم. تقييمك ما قلت ليش؟ زي ما ذكرت لك يعني ما دام هذا الموضوع هو مفقود، ما فيش حلقة اتصال، ما فيش العملية تتم بمجرد رسالة، راهو احنا حنديروا مسابقة وبعدين نعطوا جدول ويجوا جماعة الأمن، فما ما تعرفش، ما فيش التواصل، ما فيش خطة. هو بالضبط باهي أسامة، اليوم أنت لاعب كرة قدم ولعبت في كل الظروف، لعبت لما في زحمة جمهور، ولعبت لما ما فيش، لعبت البلاد مستقرة ولعبت البلاد في مشاكل. اللاعب اليوم والإداري وكل من موجود في الملعب بهذه المشاهد، هل تشوف أنت في اختلاف، ولا رجل الأمن يبقى رجل أمن في الملعب ودوره محصور في أنه هو يحمي الناس فقط، والمشاكل اللي تصير هذه ماليش داعي بها؟ والله شوف، يعني المشاهد اللي شفناها طبعا بالذات في المباريات يعني تحتاج مرات لرجل أمن أنه يكون، زي ما فهمت طبعا من سيد طبعا أستاذي محمد قريميدا، نحب طبعا نوجه التحية للعميد باسط طوبال اللي كان معنا اليوم واعطيه هلبة وجهة نظره ووضح لنا بعض الإشكاليات. بصراحة حبد أنه يكون الرجل أمن بالتوب المدني، باش أقل شيء إحنا في ليبيا محتاجين أنه يكونوا مثل هؤلاء رجال الأمن موجودين في المدرجات، موجودين في وسط الملعب بشكل مدني. نتمنى أن هم اللي يمسكوا الأمن ويكونوا المشرفين، لأن إحنا عبد بصراحة نواجهوا في صعوبات، هذا جاري، هذا ولد خوي، هذا ولد عمي، يعني زي ما قال لك مشرفين، واحد يفتح في باب، واحد يدخل في جمهور. نحتاجوا لرجل الأمن أنه يكون بزي مدني، يتم ضبط مثل هذه الخروقات فصل الملعب اللي ان احنا دائما ما احنا حاله استثنائيه دون العالم يعني. ولكن زي ما قال طبعا العميد باسط طوبال بارك الله فيه، قال رجال الامن موجودين لحمايه الناس داخل الملعب، لكن مش موجودين لاشراف مثلا عليه، مثلا في مشاهد زي ما صار في أسامة، في مشاهد صارت داخل ارضيه الملعب من وجود لكن اللي صار امس اللي لابس المري قال تكلم عليه الكابتن عادل المبكري، هذا احد الاشخاص الموجودين على ما اعتقد في الطاقم الصحي اللي جايين في اللاعبين. يعني رجل الامن مش حيعس عليه، لان هذا لابس الزي نتاع الناس اللي تسعف اللاعبين لما واللي المفروض يكون موجود في الملعب على اصابه، والمفروض يكون في الملعب. يعني هنا حتى الاداره نتاع الانديه، رؤساء الانديه، المراكز الاعلاميه، يجب ان اول شيء يوعوا الناس بخطوره التجمهر والوضع الصحي، لان عندك بروتوكول صحي وعندك مرض. وبعدين يا عبدو ضروري يتم ضبط اللاعبين، وبعدين ضروري حتى اتحاد الكوره
ينزل أشد العقوبات لكل واحد يعني اخترق النظام اللي موجود في الملاعب. لكن عبدو تخلي أنت الحبل على الجرار وتبي تلوم حتى رجال الأمن. رجال الأمن بارك الله فيهم، احنا منظومة واحدة يا أسامة كلها تكلمنا عليها، من لجنة التنظيم للجمهور للإداريين كلهم تكلمنا عليها. رجال الأمن بارك الله فيهم ساعدوك على رفع الحظر، لكن أنت مفروض تساعد حتى رجال الأمن. هو الوضع استثنائي والدوري استثنائي، احنا ديما نقولوا يعني استثنائي استثنائي استثنائي، نبوا الحالة تمشي، لكن مش للدرجة هذه عبدو. يعني أنت تقوم باقتحام الملعب وضرب الحاكم، أوكي الحاكم جزء من اللعبة والحاكم يخطئ ويصيب، وفي من حكام عبدو نشوفوا فيهم في دوريات أوروبية حتى مع الفار ويقوم بالخطأ. طيب هذا موضوع طويل يا أسامة. في تصريح خاص للأستاذ حسين البوسيفي لبرنامج في التسعين، أعلنت لجنة المسابقات العامة عن إيقاف مسابقة الدوري الممتاز بنهاية الأسبوع السادس، ذلك تزامنا مع تجمع المنتخب لوضع الضوابط اللازمة والكفيلة باستكمال المسابقة في أحسن الظروف. طبعا سيتم رفع مذكرة الاتحاد الليبي لكرة القدم ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد الحكيم الشلماني، يوضح من خلالها الشروط والواجب توفرها حتى تستمر المسابقة وتستأنف من جديد. هذا ما قاله الأستاذ حسين البوسيفي لبرنامج في التسعين. أعتقد إيقاف المسابقة العذر الأكبر هو تجمع منتخبنا الوطني والالتزام القادم للمنتخب الليبي، وأيضا لملمة الأوراق في المشاكل اللي حاصلة في الملاعب. خلينا نرجع للكابتن عادل الخمسي. كابتن عادل، شو رأيك في الكلام اللي قاله الكابتن عبد الباسط طبال؟ طبعا في البدايه نبي نحيي الاستاذ عبد الباسط طبال، لانه في يوم ما كان مشرف لي في نادي المدينه في تلك الفتره، وطبعا شخصيه محترمه وشخصيه محبوبه جدا، حتى كان مع اللاعبين ومع الطاقم الفني ويعمل حتى بعقلية محترفه اكيد. اشوف عبد الرزاق، اذا كان الامن ماهوش هو المسؤول، باهي شكون المسؤول عن الملاعب؟ معليش يعني نتفكر في الرباعي على ما اظن 2000 2001 لما داروا المباراة بدون جمهور، الأهلي وطرابلس والاتحاد والمدينة والهلال، ولا شخص الداخل، حتى المصورين ما دخلوش يا عبدو ديك المباراة، مصورين ممنوع، لاعبين الفريقين وطاقم التحكيم فقط وسيارات الإسعاف، ما دخلش ولا واحد. إذا ليش ما نعودوهاش هذه؟ تجي تقول لي مثلا المفتاح عند شخص، كيف مفتاح عند شخص؟ باي معناها عندنا وفد جاي يتفرج، يخشوا 15 20 40 70 100 مثلا، يلقوا المشاكل داخل ارضيه الملعب، رياضيين ممكن يمسك زي مباراه امس كان ممكن يصير اعتداء على اللاعبين يا عبد الرزاق، ممكن يصير اعتداء على الطاقم الفني، ممكن تكبر المشاكل. حاجه اخرى عبد الرزاق، احنا ضد الملاعب، انا بصراحه مع احترامي لكل المناطق، من اللي اعتمد الملاعب هذه؟ هذا يسال، مش معقوله ملعب السياج بتاع مترو معناها جماهير كلها فوق السياج، ما احنا قلنا الملعب بدون جمهور نلقوا معناها غير فوق السياج 2000 مشجع، ونلقوا في المدرجات ونلقوا بحد جنب دكة الاحتياط. إذا أمور هذه كلها عبد الرزاق، هذه أمور مفروض يسأل عليها لجنة المسابقات، لجنة المسابقات مو غضوة إن هي تستطيع، لو تستطيع بعض الملاعب إن هي توقفها على اللعب، توقف المباراة على اللعب لحماية اللاعبين، مش ما تصيرناش مشاكل قدام. عبد الرزاق الشيء الآخر، نوعية الناس اللي تشتغل، مع احترامي دائما لجميع رجال الامن عبد الرزاق، وانا ما انا ما دائما ندي بشكل عام مش بشكل خاص، ما عنديش مشكله مع اي شخص ولا ما عندي مشكله مع ملعب. انا نفرح مثلا ندير ميتان يلعبوا السواحلي في ملعبه او يلعب الاولمبي في ملعبه او الاتحاد او الاهلي طرابلس او الاهلي بنغازي. انا لما نبدا عبد الرزاق يقول لك زي ما قال لك اسامه مره، قال لك كلمه مهمه، قال لك انت قالوا لك المباراه بدون جمهور، اذا انت ليش تحرج في نفسك وتحرج في الناس؟ مش تقول ما انا دخلوني بنتفرج، هل انت مميز من دون جماهير؟ النادي انت المميز مش وش الاضافه اللي بتقدمها انت؟ معلش هل انت تعطي انت حتى كانك عضو في النادي زي اللي نسمعه في الاعضاء في الاهلي المصري وفي الترجي وفي الانديه الكبرى، يقول لك عضو معناها يدفع في الموسم ب 300 400 الف دولار؟ لا، ما هو عادل هذا الشخص المشجع الوحيد اللي دونا على الجماهير الثانيه اللي يعطي في دعم للفريق باش يربح، هم نفس الشيء. صح عليك، قصدي عبد الزاك انا ما نجيش مثلا خلاص قالوا لي بدون جمهور بدون جمهور. الشيء الاخر والنقطه المهمه، اصبحت موضه رئيس النادي مع الشوفاه في الانديه في الملاعب يا استاذ محمد قريبيده، وانت تشوفها تواني مثلا نعطيك امثله، راه في عده امثله، حتى نقولوا هنا الاهلي المصري والزمالك، تفرج على البطوله المصريه البطوله التونسيه، ما تلقاش يعادل 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 احنا من يعادل 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 500 يعادل يعادل احنا يعادل مش نديروا مقارنات اليوم بالدوري المصري ولا بالدوري التونسي بالانديه الكبيره. احنا مشاكلنا ماهيش في المشجعين فقط، امس المشكله اللي صارت ما جتش من مشجع، خلينا ندافعوا عليهم شويه، المشكله جت من داخل ارضيه
الملعب، من المسؤول على الحماية؟ أنا نتكلم عليها ليه؟ محمد الزروق لما تم الاعتداء عليه مثلا، يعني من كثرة الاعتداءات اللي صارت في ملعبنا، من اللي مفروض يحميه؟ اليوم الكابتن عبد الباسط قال احنا مش مسؤولين على من اللي يدخل أرضية الملعب، من اللي يحمي حكامنا؟ شوف يا عبد الرزاق، الاتحادات الفرعية باختصار يا عبد الرزاق، خلينا نسمع بس فكرتي الأخيرة. أنا ما تقوليش قلت لك مثال على الأهلي المصري والزمالك وهذوما. يا عبد الرزاق أنت رئيس النادي، رئيس النادي لما تقول إدارة النادي لها الحق تحضر المباراة، إدارة النادي وراها 500 بيخشوا معاه في كل ملعب، إذا أنت هنا ما عادش تقدر تحصرها يا عبد الرزاق. لكن أنا لما نقول فرضنا رئيس النادي فقط أو ما ينوب عنا، كانوا غاب رئيس النادي والبقية ما يحضر حد، لكن جي زي ما قال لك أسامة، جي هذا ولد عمي وهذا ولد شاعري وهذا يجيب تذكرة بالمنصة في التحضير. أنا بقول طالما معلش حتى تعقيبا للعميد عبد الباسط اللي قال إحنا ما لناش دخل بالواحد، أنا لما نقول إن المباراة بدون جمهور ونلقى جمهور داخل إذا حدث اختراق أمني هنايا، ما عادش نسمع كلام منظم يعطيني في اخر في كل خمسة دقائق يعطيني كلام يقول لي مره تو لا مره اسمح لي لا وقفها. المباراه لما تبدا من غير جمهور يعني خلاص ما فيش جمهور الا طاقم الفني اللاعبين والاحتياط فقط والاطقم الاخرى للمساعده سواء الاسعاف او المصورين. المصورين المفروض مصور غير ذلك المفروض الكل وقد يسمح بمصور واحد يعني لكل النادي لان هي المباراه اصلا منقوله على الهواء مباشره. طيب خلي كمل بس باشمهندس. فبالتالي لما تكون من غير جمهور ودخل جمهور من اللي سمح له اصلا الجمهور من البدايه؟ برافو. انا على جميع يعني نطاق الملعب انا مانع ما فيش، انا ليش جايب اللمن باش ممنوع الدخول؟ خلاص كل فريق جاي بالحافله نتاعه وعنده بطاقاته خلاص، لكن في جمهور موجودين على اسياج الملاعب وموجودين في المباني المجاوره. هذا يقودنا لشنو يا عبد الرزاق؟ يعني اذا كان هو موجود في الواحد ما عندك انت ما تبي تدير له يعني، لكن زي ما نتذكر بكلام السيد عادل اللي قال احنا لابد نعيد النظر في تقييم واعتماد الملاعب. الملاعب يعني تقييمها ماهوش سهل، مش مجرد هو الملعب، مش مجرد المستطيل الاخضر، الملعب المرافقه، لان اي اختراق امني انت تتحدث عليه في جماهير موجوده، خلينا يعني ما راح يكون فيش جمهور، لكن لما يكون في جمهور اذا انت تتحدث على امن وسلامه، مش حتى الامن بس حتى سلامه الجمهور. ما تعرفش اذا كانك انت يعني ما فيش جمهور وخش جمهور لابد هذا اكيد ممكن يكون في عمل تخريبي صاير. صحيح. يعني مش مجرد ولا خليه ما فيش تهاون، ما فيش مسامحه في ان لما نقول لك انا من غير جمهور وانت تدخل جمهور اذا انت اخترقت الامور الامنيه وسلامه اللاعبين والاطقم الاخرى. صار جانا الكلام. طيب. جانا الكلام المفروض يتحاسب عليه منه اللجنه اللي اختارت الملاعب هذه، الملاعب ما توفرتش فيهم شروط السلامه سواء للاعبين او الحكام او سلامه الجمهور، يعني اللجنه هي من تحاسب. صحيح. اكيد هي المنظومه متكامله سواء كانت من الملاعب للجنه التنظيم للاتحادات الفرعيه حتى نوصلوا للمشجعين والانديه. خلينا نمشوا فاصل ونرجعوا للحديث على الخطط الامنيه وكيف نعالجوا دورينا. رجعنا لكم من جديد في برنامج في التسعين، الحديث اليوم عن الأمن الرياضي، الخروقات والصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية في تأمين ملاعب كرة القدم. نمشي مباشرة ونرجع للأستاذ عبد الباسط الطبال مدير إدارة الأمن الرياضي. أستاذ عبد الباسط، سمعت الآراء من ضيوفنا في الاستوديو، شنو ردك أنت على هذا الموضوع وأعطيني شنو الخطة الأمنية الواضحة اللي تخدموا بها أنتم كإدارة أمن رياضي في ظل كثرة النقد اللي يوجه للأجهزة الأمنية؟ أولا شكرا للزملاء لتناولهم الموضوع الأمني، كل واحد حسب رأيه أو حسب اطلاعه هو، وخاصة المهندس محمد كريميدا. خلينا نقول لك الخطة الأمنية، هي الخطة الأمنية أولا تكون بموافقة أمنية على إقامة النشاط بالكامل من الاتحاد لوزارة الداخلية، بعد تصدر خطة أمنية من المديرية المختصة بالمكان
هي نقولوا احنا خطه امنيه مشتركه يتناول فيها عده جهات امنيه ذات اختصاص، وتبدا من رجل المرور في الطرقات من المكان الاقامه مثلا الفندق اللي فيه الفريق لين يوصل للمدينه الرياضيه. وزي ما قالوا بكري الزملاء ان في امن خارج الملعب سواء كان ظاهري او غير ظاهري موجودين، سواء كان من جماعه البحث الجنائي الموجودين. واحنا ملي نقول لك احنا نحمو في الاشخاص، يعني نحمو في الاشخاص والممتلكات، ونحمو حتى في حفاظا حتى على السيارات والحافلات اللي جايبه الفرق وجايبه او سياره الحكم او المراقب او غيره. وتكون خطة أمنية موزعين رجال الأمن كل واحد اختصاصه، اللي في حجر تغيير الملابس، اللي في الأبواب، اللي في محيط الملعب، اللي هم الأمن الرياضي اللي هم بالغلالة المميزة، الإضافة للمدرجات، المنصة المقصورة الإعلامية للإعلاميين وغيرها، هذا كله موجود. لكن خلي نرجع للنقطة اللي قالها السيد محمد قريميدة أن رجل الأمن، خلي نقول لك أستاذ محمد باشمهندس محمد أن رجل الأمن إحنا رانا ما نتملصوش من المسؤولية الأمنية، المسؤولية الأمنية على عاتقنا لا محال فيه كلام هذا ولا نستفيد. أنا نبي نطلب من الاتحادات الرياضية واو تفضل كملها النقطة هذه أي غير اسمعني خلي الفكر خلي الفكرة نوصلها بالكامل يعني بس ما معلش سامحني. نطالب من جميع الاتحادات الرياضية أو قدام الجمهور الكريم وقدامكم أنتم وقدام المسؤولين كلهم أن يبعثوا لنا من هم المسموح لهم بالدخول، رئيس نادي إعلامي أنت أو أنت. خلينا نقول لك نقطة ثانية لأخوتنا وأصدقائنا وزملائنا الإعلاميين، احنا الآن مش عارفين من هو اللي مسموح له حتى من الإعلاميين يخش ولا ما يخشش، ما عندناش حتى رسالة تقول لنا من هي الشركة الناقلة الحصرية مثلا على سبيل المثال الآن ليبيا الرياضية. هذا كله ما يوجهوش فيه الاتحادات لوزارة الداخلية، وأنا نقولها وأنا مسؤول على الكلام هذا. حتى اعتماد الملاعب كان مفروض منين داروا لجنة اعتماد الملاعب، كان مفروض فيه عضو من وزارة الداخلية موجود معهم. هي اعتماد الملعب مش عبارة عن سور أو حجر تغيير ملابس بس، في أمور تانية حتى أمنية زي ما قال لك السور. احنا في المدينة الرياضية في أبواب مكسرة يخش منها بنادم، يعني كان مفروض أن يكون معهم في لجنة الاعتماد. وصلت الفكرة، تكلمنا عليه موضوع اعتماد الملاعب يا أستاذ عبد الباسط، لكن اليوم في من يلوم عليه رجل الأمن، يعني في من يلوم على الشرطي. وزارة الداخلية سمحني بس يا أستاذ عبد الباسط، اليوم في من يلوم عليه رجل الأمن، اليوم يلوم على الشرطي إن الشرطي أو رجل الأمن عند انتماء، وانتماء هذا لما يكون موجود على أرضية الملعب يأثر سواء في دخول الناس أو يأثر عليه المراقبة أو يأثر حتى على اللاعبين. قال اسمعني جاي خلي نقول لك حاجه، الشرطي بشر راه ماهوش منزل من السماء، و يعني نقولوا 70% هم ينتموا لانديه، هذا ما نقدرش نختلفوا عليه، لكن احنا قادرين نديروا على سبيل المثال هو مثلا بياني ممكن مباراه المدينه نقول انا مش موجود في مباراه المدينه، ممكن نقدروا نديروا الشيء هذا. لكن هل بصراحه هل الخطأ في رجل الأمان؟ الخطأ راه من الجهة المحيطة بالكامل. أنا ملي نلقى الأمور تنظمت بالكامل أنا مستعد من الضباط وخاصة الضباط الكبار اللي معنا اللي شجعوا في نادي يوم مباراة ناديه نسحبوه نقولوا له أنت زي مثلا على سبيل المثال يوم يلعب فريق المدينة عبد الباسط ما يخشش الملعب، قادرين يديروها هذه. لكن هل طيب الإجراءات الداخلية الداخل هي طيب منظمة؟ هم وامس مسؤول معاهم ولابس غلاله ويحق له بالدخول ودار مشكله. طيب وصلت الفكره استاذ عبد الباسط، حنرجع لك من جديد مشاهدينا الكرام، خلينا نمشي ونشوفوا اراء اخرى حول موضوع امن الملاعب ونرجع من جديد. هذا الامر يعني يتطلب تكثيف الجهود من الجهات الامنيه، يعني باعداد ويني كيف ما نقولوا بالعاميه اشخاص يكونوا لهم خبره في المجال شغب الملاعب او مجال التنظيم الخاص بالملاعب. كيف ما نشوف احنا الامر تم واضح في اغلب الملاعب ما فيش سيطره على الدخوليه الجمهور، ونحن نعلم ان جائحه كورونا يعني هذا مرض وفي تعليمات صارمه من الجهات الأمنية
الأمنية ولجنة المسابقات والاتحاد العام عدم دخول الجماهير إلى الملاعب. العلاج يكون بوضع خطة أمنية محكمة قبل ساعات المباراة أو قبل المباراة بيوم أو يومين. نحن عارفين إدارة الدعم المركزي يعني من اختصاص أصيل عندنا الشغب يعني كيفية يعني يكون الضابط على قدر المسؤولية في استيعاب العمل داخل الملعب. تقصير من حيث ممكن عدم التنظيم وعدم ايش اختصاص المسؤوليه. يعني صح ان اداره الدعم كمباريات يكون عرفت بالله واضح عملها في داخل الملاعب الرياضيه. يعني اعتقد ان الوضع هذا الوضع الامني اللي نتكلم عليه في الملاعب في حاجه في ليبيا اسمها امن الملاعب. يجب ان يكونوا الناس هم منظمين، يجب ان يكونوا مجهزين امورهم لاقامه اي مباراه في الدوري. بالتالي اكيد لو هم يقوموا بواجبهم بخطتهم الامنيه المحكمه مع التعاون، طبعا مع التعاون الانديه والفرق اللي تكون موجوده داخل الملعب، اكيد حتكون في خطه امنيه محكمه وتقدر تقوم بمباراه في احسن الظروف. الحقيقه ان احنا ينقصنا شويه وعي، ان احنا نكونوا يشرفنا ان احنا كانديه نشوفوا جماهير موجوده عندنا في المدرجات، لكن الان قاعد الامر هو صعب شويه لان الثقافه بعيده، فنطلب من الجماهير ان هي تلزم ان هي بيوتها وتخلي الرياضه على الاقل احنا كيف باديه، وما نبوش نوصل صوره بايخه في تسكير ملاعب او نزيدوا من شويه الاحتقان والدوري كان متوقف له فتره. فنتمنى من الجماهير انها تكون واعيه اكثر من هيك. كانت هذه اراء مختلفه سواء من الجانب الامني او من الجانب الرياضي. كابتن عادل، العديد من الملاحظات اليوم فيها جزء من انعدام للثقافة، وخلي نتكلم إنه مش كل شيء من رجال الأمن. اليوم نلقوا في إداريين بصفة المشجع أو المخرب، رؤساء أندية، ناس موجودة في أرضية الملعب وعندها صفات رسمية في الجهات الرياضية وهي سبب التأجيج. شوف عبد الرزاق، الامور هذه عبد الرزاق تاخذ بحزم، ما تاخذش زي ما قال لك الاستاذ عبد الباسط الطبال في شخص ان احنا تم القبض عليه وبعدين يجوا الناس ولا ومعليش وسامح وكذا. لا، ما فيش في العالم هذا عبد الرزاق. التخطيط خلص، معناها احنا نشوفوا ان في بريطانيا حتى السياج، علاش عبد الرزاق؟ لان البطاقه نتاعك هذيك تدخل بها على الجهاز في اي ملعب يلقوك مرفوض، ممنوع من الدخول لان عليك بلاغ، ممنوع تدخل ملاعب، ما تدخلش. احنا لا يا عبد الرزاق، هنا تلقى هذا ليا وهذا صديقي وهذا والشاري. اذا هذه الامور يا عبد الرزاق هي اللي ساعدت اليوم جو 100 غدوه يجوا 500، يقول تعال يا رجل والله لما تخش تعال المباراه في يدخل فينا تعال نمشوا. وتلقى مثال ما احترام، يعني ديما نقول فيها لرجال الامن اللي يخدموا راهو على قدم وساق الناس ومقدم لهم كل تقدير واحترام. ولكن يا عبد الرزاق المفروض يكون رجال الامن اكثر صرامه، بحيث ان هم ممنوع الدخول، ممنوع الدخول، ما يدخل حد. انا مثال كمراقب المباراه، يعني كمراقب نتكلم مع المسؤول الامني في ذاك اليوم ونقول له مثلا هاي القائمه اللي بتدخل، من غيرها ما نبوش ولا واحد في الملعب، انتهى الموضوع سهل يا عبد الرزاق. ولكن ان احنا زي ما قال لك استاذ عبد الباسط الطبال، تلقى بعض الامنيين يميلوا للنادي هذا وبعض للنادي الثاني، وكل امني معناها خلي الناس تدخل وبعدين وين يجيب قداش مباراه توقفت عبد الرزاق، والحكم يطلب في ايقاف المباراه واخراج الجماهير. قداش مره نشوفوا في مدير كوره يتكلم عن احد الفرق يقول مثلا النادي الفلاني مدخل 15 او 20 او 100 او 200. اذا يا عبد الرزاق الامور تاخذ بحزم رأيي، ومفروض تكون في حلول عاجله افضل من تتفاقم الامور. لا قدر الله شفنا زي مباراه الانوار امس يا عبد الرزاق، ان شاء الله واحنا الحمد لله اللي وصلت هيك، مازال راه كل ما الدوري يكون فيه امتار الاخيره كل ما حتكون الامور اصعب. طيب خلينا نمشي للاستاذ عبد الباسط مره اخرى قبل ما نمشي لاسامه الفزاني. استاذ عبد الباسط، اليوم الناس تتكلم على منصه اخرى ايضا في ملعب طرابلس فوق غرف تغيير الملابس، حتى العيطه نتاع الاهداف صراخ متاع وجود جماهير، ما هيش دكة بدلاء أو خمسة ستة أشخاص موجودين سواء في الطاقم الطبي للفريقين أو حتى في أعضاء مجالس الإدارة للأندية. اليوم المنصة الشرفية بدت مدرج مصغر. نعم، في حضور جمهور خش لبعض المباريات للفرق معينة، ولكن انا خلي تو نقعدوا احنا كل واحد بيعلق الاخفاقات نتاع الاخرين. انا خلي نقول لك حاجه صريحه عبر الشاشه.
اعتبروا الماضي كله قد نتحمل مسؤوليته وقد اعتبرونا احنا مقصرين. ومع احترامي لكل زملائي الامنيين اللي المفروض نرفع لهم القبعه ونشكرهم على جهودهم اللي بذلوها كلها. من الان يعطونا أنا نوجه ندائي لرئيس لجنه المسابقات يعطينا لائحه يقول من هم اللي يخشوا ومن هم اللي ما يخشوش ويطلعوا منها كلهم بالكامل، واحنا وزملائي رجال الامن مستعدين ننفذوها بالكامل وقيمونا في اي مباراه جايه في تقييم رجال الامن. اما قصه انني نوقف بتاع الاتحاد الفرعي وبتاع اتحاد الكره يشبحوا فيهم يخشوا المراقب المالي في مباراه اليوم، انا طبعا انا ما حضرتهاش، انا مقعمس في بيتي نتفرج عليها. كان المفروض مراقب المباراه هو اللي وقف قال هذو ما يشني راهو رجل الامن طلعهم. لكن انا نقول لك احنا راهو اسمع، حتى لا نقول مثلا الانديه ورؤساء الانديه واتحادات، حتى زملائنا احنا منين نلقوا الموضوع ان في جمهور رجال امن مش مكلفين بخطه امنيه ويحضروا للملعب ويخشوا لان هم يشجعوا في انديه معينه، لكن وين اللي خلاهم خشوا؟ خلاهم خشوا لان في مجموعه قدامهم خشت. وانا نحذر للمستقبل، راهو كل مباراه لو ما اتخذناش قرارات حازمه كل مباراه حل جمهور يزيد والمشاكل تزيد. مباراه الانوار هذه حتفتح علينا باب كبير لو ما اتحاد الكره ما اتخذش قرارات حازمه في خلال الشخص هذا اللي خش. و ايضا القرارات تو رئيس لجنه المسابقات للاسف يقول مباراه معينه ما عاقبتش وما درتش عقوبات لان مراقب المباراه ما دارليش في التقرير كذا. في تقارير امنيه تجي منكم انتم كوزاره الداخليه موجهه للاتحاد الليبي لكره القدم. طول الان من المباراه اللي صارت في ملعب الزاويه بين السويحلي والاولمبي بدينا بنتخذوا ان في رجل امني سري يعطي تقرير حتى في رجل الامن المقصر وش صاير وش مش صاير فصل المباراه. لكن بنقول لك راهو حتى لجنه المسابقات مفروض تدير قرارات رادعه وما تعباش على مراقب ما باش طيب. يكتب في مباراه هي فيها مشكله، هذا ما عادش مفروض ما عادش يراقب نهائيا. استاذ عبد الباسط، هذه مبادرات كويسه جت منكم ونتمنى يبدا العمل التنفيذ بها من قبل رجال الامن المسؤولين. استقبلوا معي مشاهدينا الكرام عبر الهاتف الرائد طارق الخراز مدير مكتب الاعلام بوزاره الداخليه بمدينه بنغازي او بالحكومه المؤقته. سياده الرائد اهلا وسهلا بك في برنامج في التسعين. بدايه الامن الرياضي مشكله من المشاكل اللي تمر بهم ليبيا وعديد المشاكل الامنيه اللي تمر بها ليبيا، لكن بدايه في نطاق وزاره الداخليه اللي خاصه بكم من الاجهزه الامنيه المسؤوله على تامين الملاعب وشن أسباب الخروقات اللي نشوفوا فيها في ملاعب كرة القدم وتأمين الملاعب وشن الخطة اللي تخدموا بها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله. رحب بيك ورحب كل ضيوفك الكرام وكل المتابعين برنامج في التسعين. شوف فيما يتعلق محور النقاش كان فيما يتعلق بقضية الجمهور وهو السبب الرئيسي لكل الإشكاليات في ملاعب الكرة الليبية، ولعل السبب الرئيسي اللي هو يرجع للدور الثقافي اللي في بتعلق اللي هو فكرة الجمهور بالتعامل مع المباريات واستقبال المباريات، وكان هو يشوف في الطرف الآخر أنه هو خصم وأنه هو عدو ولازم أنه هو لو هزمني على الملعب لازم أن نهزمه خارج الملعب. هذه عقلية موجودة في أغلب الملاعب في كرة القدم. وفيما يتعلق بالجمهور في احكام خاصه يتعلق بتقييد اللي هو يتعلق بخصوصيه وباء كورونا حفظنا وحفظكم الله وكل الليبيين، هذا حكم خاص قيد كل النشاطات بالعموم وخاصه في كره القدم بمنع وجود الجمهور او اللاعبين او الغير المسؤولين عن اداره اي مباراه او الطاقم الفني في اي مباراه. فلابد من ان يكون هنا دور لاتحاد الكوره الليبي كجهه ضبطيه اداريه تتعامل مع الانديه وهي التي عن طريق الانديه هي تتحكم في جمهورها. الشغب الذي حدث في 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 في, في مدينه الابيار قد يحدث في بنغازي، قد يحدث في طبرق، قد يحدث في طرابلس، لانه سوف يتكرر ما لم يكن الاتحاد اجراء اداري
يتعلق بخصومات، يتعلق بالنقاط او يتعلق بخصومات ماليه او رادع، هذا اللي يخلي الجمهور يحس بالقيمه النادي والمشوار اللي هو يقدمه النادي في الدوري الليبي ويكون متعاون. طبعا هذا هو الجانب الاداري، لكن خلينا نتكلم على الجوانب الامنيه. انتم كاجهزه امنيه كيف تتعاملوا انتم مع غير الملتزمين؟ تمام. الجوانب الامنيه طبعا في نحن في كل خطه عمل، نحن الان في سياق اي مديريه امن في نطاق اختصاص ملعب معين والفروع الادارات العامه تكون هناك خطه متكامله من الاجهزه الامنيه لتامين المباراه وعلى حسب المعلومات يعني، والاكيد انها هي بدون جمهور. اذا كان حدثت اي اختراقات، اولا الاجهزه الامنيه تقوم بدورها في الضبط اللي هم المشاغبين والمخالفين، وهم لا يتجاوز اعدادهم القليله جدا ويتم احالتهم الى جهات مختصه فيما يتعلق ب الشكوى الجنائيه، لان هي خالفت قرارات ولوائح اللي هي مكافحه جائحه كورونا. ثانيا فيما يتعلق بالانديه الخاصه بهم، ان انا كدوري رجل امن من المفترض التنسيق بين وزاره الداخليه والاتحاد العام ان التقرير يرفع من الضابط رئيس الخطه في كل ملعب اذا حصلت تجاوزات من الجمهور او اي تجاوزات جانبيه، هذه ترفع من الضابط اللي هو رئيس الخطه الى الاتحاد الكره. في تنسيق، في تنسيق بينكم وبين الاتحاد الليبي لكره القدم ولا غايب التنسيق؟ والله تصدقني انا من خلال اللي نشوف فيه يعني هيك اعتقد انه في غياب تام. الاتحاد الكره هو اصدر جدول لمباريات ودع البرنامج الامني لكل مديريه انها هي تامن المباريات. اذا من المفترض انها هي اتحاد الكره يكون مشرف اشراف تام وكامل مع الاجهزه الامنيه لضبط المخالفين واعطاء انذارات للانديه، لان حقيقه نحن نشوف في بعض الانديه يعني هي من الكبرى في ليبيا سواء كانت في طرابلس او بنغازي في اختراقات الجمهور داخل الانديه. شكرا. يعني عيطت قصه حتى للانديه الصغيره يعني اللي هي تشوف فيها بالعكس. طيب شكرا لك سيادة الرائد طارق الخراز المدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة. نتمنى أن يكون في ضبط أكثر في الفترة الجاية، التعامل مع رجال الأمن اللي غير مكلفين بخطة أمنية داخل الملاعب، وأيضا أن يكون في حزم وردع لكل المشاغبين أو حتى كل الأشخاص اللي يخرجوا على إطار الرياضة. شكرا لك. عادل باختصار باختصار يا عبد الزاك بدنا نكلم طبعا الاستاذ عبد الباسط الطباق. راه احنا ما نقصدوش ملعب طرابلس بحد ذاته، نتكلم بشكل عام، نتكلم كل جميع الملاعب، كل الملاعب هذه الفكره من الشرق والغرب. هذه الفكره اللي بنوصلها بس عبد الزاك. اسامه هاي انا بنقول لك بصراحه يعني مش كلها لرجال الامن بصراحه، حتى الجمهور تو انت جمهور تشجع في نادي، انت الوحيد قال لك من غير جمهور وجائحه كورونا ومرض، علاش انت الوحيد؟ هل انت مثلا المحرار الوحيد اللي ماشي حتى الاداريين واللاعبين؟ لا لا الجمهور، الجمهور اللي شفناه على اسطح المنازل وعلى هذا كله مصيبه يعني، وعلى الاسوار نتاع الملاعب يعني، مش انت المحرار الوحيد تشجع؟ هل هي يعني انت خلاص انت ومن بعدك الطوفان؟ هل انت مثلا اللي 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 من غيرك مثل النادي يخسر؟ هل انت الوصيل على النادي يا سيدي؟ قاعد مسحوشك وتفرج. الخطر، الخطر المشكل الاكبر من اللي موجودين داخل ارضيه. لا 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 ما هو دقيقه، من يجي فيه جمهور؟ مش كل لحظه، انت تو هناك كرجل امن تو مثلا رجال امن يديروا خطه، يلقى واحد جمهور يوقف المباراه، معلش يا عبدو، لكن مش هيك يا ودي، قاعد مسحوش حياشكم، تفرجوا من خلال الشاشات وشجعوا الفرق نتاعكم باش تكونوا مساهمين في انجاح الدوري الليبي. طيب وصلت الفكره اسامه. سؤال نختم به مع الأستاذ عبد الباسط الطبال بخصوص هذا الموضوع. أستاذ عبد الباسط، اليوم كلمة أخيرة ونصيحة توجهها أنت للجنة المسابقات، لجمهورنا. فصل اتصال. طيب فصل اتصال مع الأستاذ عبد الباسط الطبال، نشكره أكيد على تواجده معنا في حلقة اليوم برنامج في التسعين، وأكيد نتمنى كل التوفيق للأجهزة الأمنية في المهام المكلفة بها في تأمين ملعبنا. تسمع فيه أستاذ عبد الباسط؟ طيب ما يسمعش فيا، اكيد نشكروه. نجي للباش مهندس محمد، موضوع اخر باش مهندس. مجهودات كبيره من قبلكم ومن قبل الاتحاد الليبي لكره القدم اختتمت بموافقه الكاف
على اللعب في ارضيه ملعبنا. الشباب يقولوا لي ان الاستاذ عبد الباسط طبال ما زال معنا ورجع الاتصال. استاذ عبد الباسط، رساله اخيره بخصوص امن الملاعب. إدادي تسمع فيه يا استاذ عبد الباسط؟ الباين ان الاستاذ عبد الباسط ما زال ما يسمعش فيا وما فيش اتصال. الخطوات اللي درتوها باش مهندس حتى وصلنا اليوم 10 مارس وموافقة الكاف واللجان، خصوصا لجان الأمن والسلامة ولجان معايير الملاعب في الموافقة للعب منتخبنا ونادي الأهلي ببنغازي الفترة القادمة للعب في ملعب شهداء أبنينا. نعم طبعا عقب زيارة لجنة التفتيش اللي صارت خلال الشهر الماضي واللي عبرت على ارتياح من حيث جاهزية الأمن وسلامة الفرق اللي حتجي والأطقم التحكيم وما إلى ذلك، فاطمأنت إلى الحالة الأمنية فبالتالي رفعت الحظر على الملاعب الأمنية الملاعب الليبية. بقى شخص آخر واللي الاتحاد الأفريقي أعطى فيه مهلة والحقيقة قصيرة جدا كانت، اللي هي حتى يعني حوالي 10 أيام انتهت أول أمس، وتمكننا طبعا هو كان المطلوب هو تحديث وصيانة الملعب اللي هو وافقوا عليه ملعب شهداء بنينة، واستطاع حقيقة مجموعة من الرجال، لا نقول اهتمام دولة ولا نقول اهتمام وزارة، بل هي أفراد مش مؤسسات. نعم أفراد إضافة إلى نادي الأهلي بنغازي، وهذه حقيقة، ولكن بغيرتهم على البلد ورياضتنا وكرة القدم استطاعوا انهم هم فعلا يوصلوا للموعد او قبل الموعد بيومين في الانتهاء من الملاحظات اللي ابدتها لجنه التفتيش. وتم اليوم من قبل المكتب التنفيذي بالكاف وصلت اليوم الرساله. نعم اليوم. نعم كان في اجتماع انت. نعم وكنت انا مكلف بهذا الموضوع، وبناء على التقرير اللي رفعته انا للاتحاد الافريقي والحمد لله تم، ولم يكن التقرير إلا بمجهودات الناس اللي ساعدتني وزي ما ذكرت لك. الاكتفاء اليوم بقرار الكاف بتقريرك أنت، ما فيش وفد آخر يجي حتى يوم. لا الحمد لله، الحمد لله استطعنا أن نوصل للمرحلة هذه، وهذه واحدة من الحاجات اللي كنت أنا مركز عليها، نثبت أن احنا يعني لن يكون هناك داعي أن يكون هناك لجنة تفتيش، وكانت هناك الحقيقة ثقة فينا وفي الاتحاد الليبي. يعني في التقرير الموضوع. التقرير اللي رسلته فيه أن كل النواقص تم استكمالها وتحت اشرافنا والحمد لله، يعني بل بالاضافه الى ذلك ضفنا بعض الاشياء، وما زلنا نحاول ان احنا نطور هذا الملعب، وان كان نتمنى ان يكون هناك ملعب اخر في مدينه بنغازي. وايضا تم تكليفي ايضا بمتابعه، تم ارسال تقرير عن ملعب طرابلس، وتم تكليفي ايضا بمتابعه الملاحظات اللي اكيد ملاحظات كبيرة، ولكن أعطونا متسع من الوقت، يعني إن شاء الله حيكون ممكن نلعب عليه تصفيات كأس العالم بإذن الله. ونشكر طبعا زملائنا ورئيس الاتحاد على المجهود اللي بدلوه في طيب. هذا الموضوع يعني موضوع مهم. الرئيس والأمين العام حقيقة بدلوا أيضا مجهود في هذا. طيب موضوع مهم أكيد باش مهندس، ونتمنى أنه يكون باقي الالتزام لبقية الملاعب في كل مدن ليبيا. علاش ليبيا ما اعتمدولهاش 4 ولا 5 ملاعب؟ في دقيقة أستاذ عبد الباسط رجعت لك من جديد بعد ما انقطع الاتصال، رسالة أو نصيحة في دقيقة بخصوص أمن الملاعب. هاي دقيقة شوية لكن أنا نبي نختصر. أولا لابد تسمع فيه الموضوع الأمني يتطلب من نعم في صدى شوية كي. الموضوع الأمني هو من الجميع تكاتف الباين في صدى في الصوت عند السيد عبد الباسط. تواصل أنا نسمع فيك. هاي المفروض يكون تكاتف الجميع الحقيقة، مش الموضوع نجاح المسابقات. الموضوع هذا تسمع فيه الآن؟ نسمع فيك بوضوح. نفصل
الباين ان الاستاذ عبد الباسط في مشكله في الصوت، لكن اكيد هو قال ان تكاتف الجهود بخصوص ان مشاكل الامنيه، اعتقد ان اهم شيء في رسالته وصل انه هو منظومه واحده ولازم في تكاتف الجهود من الاتحاد الليبي لكره القدم، لجنه تنظيم المسابقات، الاتحادات الفرعيه وايضا الاجهزه الامنيه. نشكره على تواجده معنا طيله حلقه اليوم. نرجع للكابتن عادل في اقل من دقيقه. كابتن عادل، منتخبنا حيلعب على ملعب شهداء بنينه. شوف بعجالة عبد الرزاق، زي ما قال الباشمهندس محمد، نتمنى صيانة جميع ملعبنا بحيث تكون جاهزة، مصراتة، الزاوية، صرمال، العجلات، طرابلس، كل ملعبنا نبوها في أحلى مظهر. كذلك المنتخب عندي ملاحظة بسيطة، سمعت منك عبد الرزاق ممكن يتم إيقاف الدوري لأسبوعين، لماذا؟ احنا نلعب ضد تونس يعني. قبل لما نلعب معسكرات خارج ليبيا نقولوا بنعسكروا قبل المباراة بعشر أيام، الآن تلعب في بلادك، تلعب دوريك قبل المباراة بأربع أيام، يصير تجمع مدينة بنغازي تدريب أو تدريبين في ملعب شهداء بنينة وتلعب مبارتك وترجع لدوريك. لكن عبد الرزاق إيقاف الدوري معناه هذا حي يعطلنا في نهاية الدوري، ونعرفه بعد مباراة تونس حيكون مباراة تنزانيا والسفر لتنزانيا، عندنا فريق الأهلي بنغازي عنده سفر وعنده بعض المباريات حتتأجل، فنتمنى عدم إيقاف الدوري لأن الدوري هو حيساعد مدرب المنتخب والمنتخب. بعجالة نتمنى التوفيق لمنتخبنا ونشكر لكل من وقف وراء رفع الحظر عليه ملعبنا وجعل منتخب ليبيا وفرقنا تلعب عليه أرضها وبين جماهيرها، واحترامي لكل الأندية ولكل جماهير أنديتنا يعني. رجع معنا الأستاذ عبد الباسط بيقول كلمة أخيرة، تفضل. هيا أستاذ عبد الباسط، هاي الوقت يدهمنا. قلت لك التكاتف المفروض يكون من الإخوة الإعلاميين، من لجنة المسابقات، من اتحاد الكرة، من لجنة شركة المنشآت الرياضية، وإحنا نتعهد كرجال أمن أن يبعثوا لنا قائمة صريحة بشكون يخش، وإحنا مسؤولين عن الكلام هذا. وسامحني أنني لابد أن ننقل تحياتي لزميلي الرائد طارق الخراز في مديرية أمن بنغازي، الإعلامي الناشط اللي بادلين جهد كبير غادي كايا، ونقول لخويا عادل الخمسي أنني راني منين تكلمت قد خديت ملعب طرابلس عينة، ولكن احنا مشرفين على الملاعب بالكامل اللي هم 13 ملعب، ونتمنى إذا كان رفع الحظر زي ما قال الأستاذ المهندس محمد قريميدة أن تكون في رسالة رسمية لوزارة الداخلية تقول لهم أن الحظر رفع حتى نقوم بمجهودات أكثر وقت. شكرا لك وشكرا لكم. شكرا لك باش مهندس، أكيد نتمنى أن المدة الجاية يكون في تنسيق أكثر في وجود حكومة الوحدة الوطنية، أكيد التواصل حيتم أكثر بينكم وبين الأجهزة الأمنية اللي موجودة شرقا وغربا، والرياضة أكيد تجمع ما تفرقش. شكرا أسامة الفزاني. شكرا باش مهندس، شكرا ونورتنا. وانا بنضيف للكابتن عادل، مازال ما تقررش طبعا ايقاف المسابقه، وما اعتقدش ان الاتحاد الليبي حيوافق على ايقاف المسابقه. طيب. حتستمر. شكرا. وربما تم استدعاء المنتخب. استاذ حسين البوسيفي بعث لنا ايقاف المسابقه. شكرا عادل الخمسي. انا تكلمت على حسب ما قال عبد الرزاق، سامحني عادل الخمسي. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامج في التسعين، نلتقي في حلقات رياضيه قادمه، الى اللقاء.